اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها قبل ما اقول انه يكون ناقد رياضي او صحفي هو مؤرخ، لان فكره التاريخ والتاريخ للاحداث الرياضيه والذكريات قليله جدا في مصر. ولما بنصدق بصراحه نشوف حد مهتم جدا بالجزئيه دي عشان الاجيال الصغيره ازاي يسمعوا ويشوفوا تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الكره المصريه والتاريخ المصري في الكره الافريقيه وتاريخ النادي الاهلي تحديدا كمان في الكره الافريقيه. برحب معاكم في هذه اللحظات، مش هقول بضيفنا لان هو صاحب البيت كمان، الاستاذ سعيد وهبه الناقد الرياضي والمؤرخ الرياضي في الكره المصريه والنادي الاهلي. اهلا بيك يا استاذ سعيد. اهلا بيك، اشكرك يا محمد على المقدمه دي، انا شاكر جدا لك، اشكرك جدا. الله يخليك يا فندم. اولا ابدا معاك، والنهارده مجله الفرنس فوتبول اختارت قائمه افضل 30 شخصيه او افضل 30 نجم في الكره الافريقيه، وهذا الاختيار جاء بمعيار من خلال خبراء الكره في افريقيا اختاروا هؤلاء النجوم. كان على راسهم بالنسبه لنا كمصريين بالطبع ومن ضمن الاربعه المصريين الكابتن محمود الخطيب، وبالاضافه لده بقى الليبيري جورج وايا، سامويل ايتو الكاميروني، روجي ميلا، عبيدي بيلي، رابح ماجر، نجوم اثروا وكان لهم تاريخ كبير جدا في الكره الافريقيه. وفي حد تاني مصريين غير كابتن محمود الخطيب؟ في محمد صلاح وعصام الحضري وايضا كمان كابتن محمد ابو تريكه. طبعا. لا ده طبعا اختيار جيد ومشرف لينا كمصر. والحقيقه الكابتن محمود الخطيب يعني ليه تاريخ كبير جدا في افريقيا وليه شعبيه كبيره جدا في افريقيا، وهو يكاد يكون من اللاعبين القلائل جدا اللي احتفظوا بشعبيتهم منذ ان غادر الملعب. ودي مساله نادره جدا، احنا شفناها في كابتن صالح سليم، لكن في نجوم كتير جدا عبروا تاريخ مصر وكانوا عملوا انجازات جيده جدا في التاريخ المصري يعني، لكن مجرد ان غادروا الملاعب اختفوا من المشهد. ده حاله استثنائيه، الخطيب وصالح سليم، انه تستمر شعبيته وربما زادت منذ ان غادر الملعب لغايه النهارده. هو ساب الكوره اعتقد 78 تقريبا، احنا بنتكلم في سنين كتيره جدا، شعبيته بتتنامى، فانت قدام ظاهره غريبه جدا. بالظبط. طبعا ده يعني جزء من الشعبيه دي انجازه في الملاعب، يعني ان هو يعني كان لعيب استثنائي بكل المقاييس. في تاريخ الكره المصريه مفيش لعيب كوره مصري بالموهبه بقدر الموهبه اللي قدمها الخطيب للجمهور. وانا يعني ايه سالت ناس كتير، افتكر منهم الكابتن صالح سليم. بس قبل صالح سليم انا كان ليا صديق ساكن في ميدان تريومف جنب الكابتن علي الحسني. علي الحسني ده واحد من ابطال منتخب مصر سنه 28 اللي اشتركوا في اولمبياد امستردام وخدوا المركز الرابع. المركز الرابع ده يعني رابع العالم قبل ما تبدا كاس العالم سنه 1930. كانت الالعاب الاولمبيه او الدورات الاولمبيه هي بطوله كاس العالم. مصر اشتركت في امستردام ووصلت للمركز الرابع. علي الحسني ده كان بطل الدفاع وكان لعيب جامد جدا. علي الحسني عاصر مختار التتش. لعب مع مختار التتش، كان في نفس الفريق. نعم. اللي هو حاز على المركز الرابع وعاصر يعني عاصر حسين حجازي، عاصر عبد الكريم صقر، عاصر الضزوي، وانا شفت الضزوي في اخر ايامه. ده اول منتخب راح كاس عالم. اللي هو راح كاس عالم سنه 34. 34 كانت المجموعه. مصر بقى كل الجيل ده يعني كل العمالقه اللي هم في النص الاولاني من القرن العشرين، فانا عملت معاه حوار كبير جدا. اتكلم كتير جدا وسجلت مذكراته وكتبت مذكراته، لان ده كان نجم فوق العاده كمدافع غير عادي يعني. اتكسر له ثلاث اضلاع في الماتش بتاع مصر وايطاليا اللي هو بتاع المركز الثالث والرابع. يعني اتضربوا علقه جامده جدا في الماتش ده، بس كان فريق جبار. واختير مختار التتش من احسن يعني احسن مهاجم في العالم في هذه الدوره، او من احسن 11 لاعب. يعني اختاروا 11 لعيب من ضمنهم كان مختار التتش وعلي الحسني في الدفاع. فأنا سألته
الكلام ده كان سنة 73. رحت له البيت وسجلت معاه حوار كبير جدا. فسألته مين أحسن لاعب كرة شفته في حياتك؟ 74 تقريبا الكلام ده. قال لي محمود الخطيب ده اللاعب الجديد ده اللي في النادي. انا ما شفت زيه. سألت الكابتن صالح سليم في يوم من الايام برضه فقلت يا رايك ايه في محمود الخطيب؟ قال لي لا ده حاجه تانية خالص، يعني حاجه تانية ما شفناهاش قبل كده، انا نفسي ما شفتش قبل كده، ده لعيب غير عادي وموهبه غير عاديه. فانا فاكر ايامها قلت له طب كويس، ده تصريح كويس قوي، اكتب. انا كنت بستاذنه يعني. قال لي لا بلاش. قال لي ده مش كويس، عشان مش كويس عشان يعني ده ممكن ياثر فيه او ممكن يتغر او كده، فبلاش دلوقتي. كان برضو في حدود 74 75. فدول دي شهاده اتنين مهمين جدا. طبعا انا سالت عبد الكريم صقر في نفس الفتره دي، في شبه اجماع ان ده شيء استثنائي في تاريخ الكره المصريه. انا اعتقد ان لو كان الكابتن محمود الخطيب يعني كان قدر لي انه لعب في اوروبا كان هيبقى حاجه كبيره جدا جدا. ده خامه زي كده بيليه قدامنا هي يا استاذ سعيد، حتى اهداف زي مارادونا. زي ده لعيب ممتع يعني. انت في لاعبين لعيبه كتير جدا عملوا انجازات كبيره، لكن متعه الفرجه او متعه كره القدم لا، ده هتلاقي لعيبه نادره جدا في تاريخ الكوره في مصر وفي العالم اللي اتفرج عليهم بتستمتع. كان بيليه كده، كان مارادونا كده، ميسي دلوقتي كده. لكن يعني اعتقد يعني غلطه عمر الخطيب او غلطه النادي الاهلي الحقيقه ان هو كان جاله فرص احتراف في 76 تحديدا. اعتقد كان مونشن جلادباخ لما جه لعب هنا مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي وباين ميونخ، والاثنين طلبوا احترافه كان بمبلغ كبير يعني بمعايير زي كده زمان. لو كان راح لعب لا ما كانش فيه لعيب في اوروبا ممكن يبقى في حرفنته او موهبته، يعني كان مذهل الحقيقه. ويمكن يعني في لعيب ممكن يسجل اهداف كتير جدا ويشترك في دورات كتير جدا وحقق انجاز، ده بيبقى انجاز زي ما تقول ايه، انجاز عضلي بالعضلات يعني، او عبقريه المثابره، عبقريه المضحره. لكن ده موهبه ربانيه، بحيث ان ده لو لعب مثلا اتفرجت عليه لمده تلت ساعه ولا حاجه تخرج مستمتع. في لعيب تاني يجيب جوال كتير وكلام من ده ويدحر ويسجل ويشترك في الدورات كتير ويعمل ريكورد وكلام من ده، بس ما طبعش جواك حاجه جميله او ما سابش ذكريات كرويه جميله جدا بحيث ما تفتكرها تحس ان انت يعني تحس بمتعه كره القدم. ده واحد من الذين صنعوا متعه كره القدم. ده اهم منتج او منتجات الكره المصريه في الخمسين سنه اللي فاتت. يعني مفخره الانتاج المصري او الصناعه المصريه الكرويه هتقول محمود الخطيب. ده ايمج غير عادي. انا ما اعتقدش ان هو خد انذار في حياته. اولا ده ربما ساهم، ده هي الفيديو حتى اللي ظهر لما كان خد انذار وهو بياخد الانذار، كان انذار وحيد وهو بياخد الانذار بينحني للحكم حتى احتراما حتى للانذار او لقرار الحكم. بالظبط كده. وهو ده بقى اللي دي بقى الحاجات النادره جدا اللي احنا بنشوفها في الملاعب، نموذج للرياضي يعني معايير نجم شباك ونجم حقيقي وبمعايير الروح الرياضيه او القدوه، لا تحطه قدامه وبعدين بعديه تعد بعديه، لا حاجه يعني حاجه كان او حاجه وما زال يعني ربنا يديله الصحه. ده ايمج مهم جدا مش لكره القدم المصريه بس ولا النادي الاهلي، لا ايمج للرياضه المصريه. مظبوط. فده حاله استثنائيه ان انت تلاقي يعني الفناجيلي بطل وكان لعيب غير عادي وانا اتفرجت عليه وشفته مهندس يعني حاجه غير عادي. بس بعد ما اعتزل الكوره خلاص اتنسى. كان عندك بدع وفتاح،
كان عنده يعني كان عندنا نجوم كتير جدا، بعد ما بيبطلوا مش بنفس الشعبيه والقيمه، ولاعيبه يعني محترفين على مستوى عالي او موهوبين على مستوى عالي. عندك برضه مثلا الكابتن علي ابو جريش كان لعيب برضه غير عادي، من نفس طينه كده ومن نفس قماشه الخطيب اللي هي الموهبه الفذه، لكن برضه بعد ما اعتزل ما بقاش هو الكابتن علي ابو جريشه يعني مش نفس الشعبيه، لكن ده واحد شعبيته بتزيد كل يوم وساب الملاعب من زمان. دي ما اتكررتش اعتقد بشكل بارز الا صالح سليم الى ان توفاه الله نجم بكل المقاييس يعني، ومحمود الخطيب. وانت نازل بقى هتلاقي في حاجات برضه يعني ايه بس اقل بقى في الشعبيه، في يعني الناس اللي هم استمروا في بؤره الضوء بعد ما اعتزلوا هتلاقي برضه يعني الكابتن حسن حمدي هيخش في يعني من ضمن ده، هتلاقي في ناس زي في الزمالك زي حماده امام، فاروق جعفر حسن شحاته طبعا، فدول دول رموز استثنائيه شعبيتهم استمرت. حسن شحاته اللي ساهم في ده كمان ان هو عمل انجازات في التدريب مع المنتخب، فدخل التاريخ من المنطلق ده. كابتن محمود الخطيب طبعا يستحق ده قبل المنتخب. انا اسف للمقاطعه يا استاذ سعيد، قبل المنتخب كمان كان في حاله كده، كابتن حسن شحاته كان دايما شغال في الممتاز بيه وفي المظالين، اسم كبير ونجم كبير، وكان دايما بيعتمد على الشغل مع المنيا ومع الشرقيه وانا يعني فاكر ان انا كتبت عنه في بداياته التدريبيه، ولما طلع مش عارف بفرقه من درجه تانية درجه اولى وبعدين حقق انجاز وكلام، قلت هو ده المدرب. المقاولين العرب قلت المدرب اللي نعترف بيه ان هو عمل انجاز حقيقي، مش اللي مسك الاهلي ودرب الاهلي او الزمالك ودرب الزمالك بالظبط، لانه عنده قاعده وعنده احسن لعيبه وعنده كل فرص النجاح. لا، المدرب اللي حفر في الصخر وطلع من درجه ثانيه للدرجه الاولى وعمل انجاز في الدرجه الاولى، لا ده نقول له شابوه ونرفع له القبعه. ده كان حسن شحاته، يعني حسن شحاته نجوميته من هنا. وبعدين بعد كده طبعا انجازاته مع المنتخب انجازات يعني غير عاديه. فانت في عندك في تاريخ الكره المصريه نماذج قليله جدا استمرت شعبيته ونجوميته بنفس القدر رغم ان هو ترك الملاعب. الخطيب بقى طبعا يعني مش عايز اتكلم عنه كتير، انا اعرفه من يعني انا اول مره كنت اسمع عنه كنت في النادي الاهلي، وخارج من النادي الاهلي كنت يعني اروح النادي الاهلي الصبح اقعد شويه اشوف الاخبار ايه وكده، ارجع الظهريه كده الساعه واحدة ونص اطلع على الجرنان اكتب شغلي اخباري. فانا خارج قابلت الكابتن فتحي نصير على باب النادي عند المعلمين، قال لي راح فين؟ قلت له مروح، راح الجرنان. قال لي لا استنى، ده في ماتش مهم جدا دلوقتي. قلت له خير؟ قال لي في لعيب، ما تقوليش بقى لا عبد الكريم صقر ولا الضزي ولا بتاع، احنا جبنا لعيب من نادي النصر عايزك تتفرج عليه. قلت له ما ينفعش انا عندي شغل. قال لي عشان خاطري لازم تستنى. كابتن فتحي نصير كان علاقتي بيه كويسه، لانه كان لعب معايا في نفس الفريق، كنا بنلعب فريق واحد في النادي الاهلي تحت 18، واشتركنا في حاجه بطوله اسمها الدوري الشعبي. الدوري الشعبي. فهو انا كنت بلعب يعني بيلعب في نفس الفريق معايا، هو كان سنتر هاف باك، هو حي يرزق يعني دلوقتي يفتكر يمكن الايام دي. فكان علاقتي بيه من هنا كويسه. هو خلص مع التربيه وبعدين اشتغل في التدريب، ساعد الكابتن مصطفى حسين وبعدين تطور في التدريب. المهم انا عشان هو صديقي فقلت له طيب هتفرج على الشوط الاولاني وامشي. اتفرجت شويه على الشوط الاولاني فلقيت لقيت موهبه غير عاديه يعني. فما فاكر ان انا رحت الجرنان وكتبت خبر وقلت الاهلي عثر على خليفه للضزي. خبر اهو. فقال الاستاذ ناصف سليم رحمه الله عليه، قال لي الضزي مره واحده. قال لي بس انت عشان لعيب كوره بقى فانا مصدقك. ماشي. قلت له معلش بس انت هتفرج عليه هتقول. مرت الايام وطبعا واتفرج عليه قال لي لا ده مش الضزي. لا ضز مين؟ لا ده حاجة تانية، ده خامة تانية خالص. هو كابتن محمود الخطيب الحقيقة تاريخ كبير جدا، والتاريخ أنا أعتقد يعني ليس بقدر ما سجلت من أهداف أو بقدر ما سجل لاعب من أهداف مواقفك كمان، ولا ما لعب من مباريات. يعني ما تجيش تقول لي لعب مثلا 250 مباراة و300 مباراة،
او شارك في 30 بطوله. لا لا مش هو ده اللي بيستقر في وعيك انت وبذهنيتك انت او في عقلك الباطن او الصوره الذهنيه المنطبعه عنه، هو ده قيمته الحقيقيه، صورته انت خارج الملعب كمان، صورته سيبك من الايمج بتاعه خارج الملعب، لكن داخل الملعب هو عمل اجوان عايشه في الذاكره الكرويه مش الاهلاويه بس، البصريه بحيث ان انت ممكن يعني تبقى كده يعني تسرح كده شويه قبل ما تنام او بتاع تفتكر له جون. ده مش انا بس، مش انا لا، الجمهور كله كده. فده زي الـ يعني ايه الفاكهه كده لما تفتكرها تفتكر حاجه جميله. فعمل متعه وعمل بهجه في كره القدم المصريه وامتع امتع الجمهور. في على الجانب الاخر بقول لك في لعيبه يعني عاملين انجازات كبيره جدا بس ما تفتكرلهمش ان هو عمل حاجه خارقه. لا ده المخ والعضلات، الفرق بين المخ والعضلات او يعني واحد عضلاته عمل انجازات جامده جدا، لان دي اسمها اللي عمل بعضلاته ده او عمل ريكوردز في الحاجات دي، ده عبقريه المثابره الاجتهاد الشديد المجهود الجامد جدا. لكن في عبقريه الموهبه بقى، الموهبه الالهيه دي اللي هو باقل قدر من المجهود تنجز اللي يعمله 20 واحد بمجهود كبير جدا. ده هتلاقيه مش في الكوره بس، هتلاقي عبد الحليم حافظ ما تكررش، هتلاقي ام كلثوم ما تتكررش، اساطير لم تتكرر. هتلاقي في تاريخ مصر العباقره في التاريخ الدول يعني ما بتتكررش، هي بتبقى موهبه ربانيه الهيه خلاص. وبعدين القبول بقى، القبول ده دي حاجه برضه ربانيه يعني، صح. الكاريزما دي مش انت بتصنعها، ما بتاخدش درس عشان ما بتتعلمهاش في المدرسه ازاي تبقى عندك كاريزما، لا دي حاجه برضه ربانيه والهيه، صح. ان الناس يعني ايه يبقى في قبول عند الناس. هو توفر فيه الحكايه دي، من حب ربه زي عبد الحليم حافظ، زي صالح سليم، زي يعني زي النماذج دي. فهو الحقيقه لا يستحق ده، ويستحق يعني يستحق يكون في مقدمه القائمه دي، لان من ضمن القائمه دي اللي انا قريتها دي، لا هو كموهبه لا تخطى اسامي تانية، تخطى اسامي كتير جدا. ليه؟ هو يعني مثلا في الوقت بتاعنا ده كره القدم اختلفت عن زمان. زمان كان في فرصه ان المواهب بتظهر، فاستعراض الموهبه يبان، فالمهارات الفنيه كانت بتبان كويس قوي، لان طرق اللعب كانت هجوميه. مظبوط. فطرق اللعب الهجوميه دي كانت بتدي فرصه لاظهار المواهب، فكانت اللعبه ممتعه فيها متعه اكتر. دلوقتي بقت منظمه قوي، بقت هندسيه قوي، بقت يعني ايه برجماتيه قوي. صح. يعني تقدر تقول كره برجماتيه، لكن زمان ما كانش كده، لذلك ما ظهر ادت فرصه ظهور بيليه، دي ستيفانو، مارادونا، يوهان كرويف برضه في الاواخر قبل بقى ما تخش الكره البرجماتيه دي. على التسعينات بقى وبعد كده. على التسعينات وبعد كده. لكن في زمن الخطيب كان اواخر يعني كان يعني الكره البرجماتيه جت في اواخره او جت بعديه بشويه، لذلك كان في فرصه ان هو يبان. النهارده يعني انا شايف ان هو كان بيعمل حاجات في الكوره ما بيعملهاش، انا ما شفهاش دلوقتي. لا لا ما يعرفش يعملها. نجوم كبار جدا دلوقتي من اللي هم واحد واثنين وثلاثه على العالم يعني. طب انا ما بشوفهاش دلوقتي خالص. بالظبط. ده في كوره من الاهداف اللي كانت بتعرض من شويه يا استاذ سعيد، كابتن خطيب خد الكوره بظهره بكعب رجليه، اللي هو في ماتش كوتوكو اعتقد، بكعب رجليه. الكره عملها اكتر من مره في كذا مباراه. كان مصطفى عبده اعتقد لعبها له عرضيه كده بكعب رجله وحطها في البعيده. لا وغير كده الجون اللي سجله في عتوقه في تصفيات كاس العالم في تونس سنه 77. يعني ازاي ضحك على اتنين باكات بلمسه سحريه كده بكعبه فطلعهم براءه وبقى هو وعطوه حط جول. دي جوان ما شفناهاش، اللي كان ممكن يعمل حاجه زي كده ممكن بيليه مثلا، لكن مثلا كريستيانو رونالدو لا ما شفناش منه الحاجات الغريبه دي. رونالدو يعني يعمل ضربات الحره كويس، هيدر كويس، شويت كويس، يراوغ يعني دريبلينج مره واثنين ويشوت، لكن ما يتزنقش وسط ثلاثه واربعه ويتصرف ويجيب جوال وتتصرف بشكل غير تقليدي، يعني بياخد قرارات غير عاديه غير متوقعه خالص. تحس ان هو ذكي جدا في الملعب.
اللي بيعمل ده دلوقتي لحد كبير مارادونا اسمه ميسي. يعني ميسي بيعمل حاجات زي كده. بس الخطيب لمساته على الكرة جميلة، يعني تحس ان انت تتفرج على فنان. طب هل اعلان النهارده مجله الفرنسي فوتبول من خلال خبراء الكره في القاره الافريقيه، هؤلاء الشخصيات وهؤلاء الاسماء، مش هقول تاكيدا لما سبق، لكن بيفكروا الناس بان النجوم دي كان لهم تاريخ كبير جدا في القاره الافريقيه؟ لان بين كل فتره والاخرى مثلا لو طلع تصريح او لو طلع بيان او لو طلع تصنيف بنعيش في وقته وفي لحظته، لكن بعد كده ممكن بيطلع لك مثلا الناس تقول لك ما هو برده كان في لعيبه ثانيه في انديه ثانيه مش واخده حظها، لكن برضو بنرجع تاني بنسمع الفرنسي فوتبول قالت كذا، الاتحاد الافريقي بيصنف كذا، الاتحاد الدولي بيقول كذا. ده بيفكرنا، بيأكد على المعاني بتاعت النجوم الكبيره دي زي الكابتن خطيب وحتى محمد صلاح، ابو تريكه، سد دروجبا، اللعيبه الافريقيه. هو كويس طبعا هو بيفكرنا. انا بس حظ الجيل ده او حظ الاجيال القديمه دي شويه، ان ما كانش فيه التقنيه التلفزيونيه زي دلوقتي. لو كان في تلفزيون او التقنيات زي دلوقتي والتسجيل زي دلوقتي ومتعه المشاهده زي دلوقتي، لا كنت هتفرج. كان الوضع اختلف جدا. احنا الناس كانت تتفرج على الخطيب تلفزيون ابيض واسود، وبعدين مؤخرا فين لما جه التلفزيون ملون، وبعدين النقل التلفزيوني كان بدائي جدا ورديء جدا. يعني فمتعه المشاهده نفسها مش موجوده. لا يعني لو كانت التقنيه دي موجوده في الثمانينات والسبعينات، لا كان حتى الايمج بتاع الخطيب ده كان فوق، كان عدى كتير جدا، لان في ناس كتير جدا ما شافتوش في الملعب، شافوه من خلال التلفزيون. والتلفزيونات عندنا كانت صغيره كده شويه، والنقل التلفزيوني بدائي. وفي افريقيا ما كانش فيه كاميرا واحده وكاميرتين، وفي افريقيا ما كانش فيه، يعني كان بدائي جدا. النتيجه بعدها بيومين ولما البعثه ترجع. فللاسف هم ظلموا. اللي استمتع بيه اتفرج عليهم في الملعب. في الملعب. عشان كده كنا بنشوف في الملعب الاستاد ممتلئ عن اخره. ممتلئ على اخره. لو تعرف ان الخطيب هيلعب الاستاد ممكن يتملي. يعني ده قيمه لعيب زي الخطيب. كان صالح سليم كده نفس الشيء. بس طبعا الخطيب حاجه تانية غير صالح سليم خالص. يعني الخطيب موهبته لا بلسان كابتن صالح نفسه. كابتن صالح نفسه كان ستايليست، يعني ليه ستايل معين كده في الكوره جميل برضه اتفرج عليه. جريته بالكوره جميله ممتع، يعني بيجري بالكوره ودماغه فوق دايما، وتحس ان هو مايسترو. يبص كده وبعدين يلعب الكوره، يعمل باسنج الناحيه الثانيه لطه اسماعيل يجيب جون غير متوقع. كان نجم بكل المقاييس. وقفته في الملعب لقب المايسترو اطلق عليه ازاي يا استاذ سعيد؟ المايسترو هو اللي هو اللي اجبر الناس على هذا اللقب. انا اعتقد ان ده اطلقوا عليه نجيب المسكاوي، كابتن نجيب المسكاوي اعتقد. يعني لان هو وجود دوره في الملعب او شخصيته في الملعب، اي حد اتفرج عليه يقول لك ده مايسترو. ليه؟ بيشاور بايديه زي المايسترو، وبعدين بيحرك الفرقه كلها وانت شايفه. انت شايف ده، يعني مش بيتكلم وهو ماشي كده فما تشوفه، لا هو وجوده في الملعب مؤكد وحضوره قوي جدا، فتشوفه من خلال البادي لانجوج بتاعته، يعني ايديه وحركاته وكلام من ده. تمام. وبمناسبه البادي لانجوج دي، ودي مساله مهمه جدا للحكام برضو. الحكم القوي الشخصيه بيبقى عنده قدر عالي جدا من لغه الجسد، يعني فبيقدم فيها نفسه بشكل كويس، فبيبقى حضوره قوي. صالح سليم الله يرحمه حكى لي مره موقف ليه مع حكم اسمه حسين امام. حسين امام ده كانوا بيسموه الامبراطور، ده كان عم حماده امام. في ماتش من ماتشات الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه، وماتش جامد ونار وكده، فحد من لعيبه الاسماعيلي كان بيضرب في صالح، يعني يزقه يخبطه شنكله كلام، فصالح شاط فيه، فالجمهور كله هاج، فجري عليه حسين امام. هو حكى لي الموقف ده، كان بيقارن لي بين حكام يعني الجيل بتاعه والحكام الجيل اللي بتاع السبعينات مستواهم اضعف. فقال لي بصيت لقيته بيجري عليا تيتي تيتي، وقف اللعب وجري عليا. الجمهور بره شايف حسين امام بيعمل بايده كده، بيكلمه وبيعمل بايده كده. انت تفهمها ايه؟ اطلع بره هطردك، او اطلع بره او هطردك، ويعمل له كده ويعمل له كده، وبعدين تيت 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 راح جاري. قال لي بعد الماتش كل الناس يقول له يا
حسين امام حذرك كان هيطردك وبتاع. قال لك لكن حسين امام ما عملش كده. قال لي يا كابتن صالح كل الجمهور ده جاي عشان بيحبك وعشان بيسقف لك وعشان كذا كذا كذا. فصدر رساله للجمهور، بس صدر رساله، صدر رساله للجمهور، صدر رساله للجمهور ان هو بيحذر صالح، فامتص غضب الجمهور، وفي نفس الوقت ما قالش لصالح الا كل خير يعني. انت انت الناس كلها بتحبك، انت لعيب كبير يا كابتن والناس كلها بتحبك وبتاع، الجمهور ده كل ده كل ده بيحبك، فانت ليه تكرهه فيك وبتاع. تطرح قال لي سابني وجاري، فقال لي زي يكون يعني واحد يعني عامل فيه مقلب وجاري. هو هدى الجمهور وهدى في نفس الوقت وبيسهل الماتش على نفسه، وبيسهل الماتش على نفسه. قال لي بس ما حسيتش بالكارثه اللي عملها او المصيبه اللي عملها بعد ما خرجت، الا بعد ما مشيت. زي ما يكون واحد عمل فيك مقلب بس ما قدرتش ترد عليه. فكان كنا وقتها يعني كان بيكلمني عن ذكاء الحكم والبادي لانجوج، ازاي ممكن تعمل دور او ممكن تصنع او تكون صوره ذهنيه او صوره شخصيه او تبين يعني تأكد حضورك في الملعب كحكم. هل بمناسبة حضرتك ذكرت الحكم حسين إمام، هو كان والد كابتن حمادة إمام؟ حسين إمام كان عم كابتن حمادة إمام، والده كان اسمه محمد يحيى إمام، يحيى إمام، كابتن يحيى الحرية إمام، الحرية إمام. تمام. هل سبق لي أدار مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا. وابني شقيقه بيلعب في الزمالك كابتن حماده امام. حصل ادار مباريات، وكان يعني كان من الحكام كان بيسموه الامبراطور لانه كان شخصيته قويه جدا. هو طبعا كان ميول شويه الزمالك يعني، بس ده ما كانش بيبان. ما ده الغريب اللي انا بسال حضرتك عليه عشان الاجيال الجديده تسمع ده. لا لا حتى الاعلاميين لا 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 لا، وكان فير جدا، كان يعني كان حكم فير وكوريكت جدا هو ده. وكان علي انديل، وكان مصطفى كامل محمود، وكان احمد الخولي، وكان الديبه، وكان وعمالقه وما يتهزوش. وانا الديبه حسب ضرب جزاء على الاهلي في ضربه الجزاء بتاعت مروان الشهيره اللي وقفت الدوري سنه كامله على مروان. مروان طالع بيمسك كوره فرفص ابراهيم الدسوقي مهاجم الاهلي وهو في الهواء بيلقط الكوره كده خبطه في بطنه فعتيت، فالدنيا اتقلبت طبعا وحصل مجزره يعني، حصل كارثه ووقفت الكوره. هي ده حكم جريء يعني، حكم شجاع. وفي الموقف ده انا حكيته قبل كده، الدنيا اتقلبت الكوره وقفت وحصل شغب ونيابه وكلام من ده وبتاع، ومجلس اداره النادي الاهلي اجتمع عشان ياخد موقف بقى ضد التحكيم يعني كان اول مره تحس بضربه جزاء على حارس مرمى وفي ماتش اهلي وزمالك، وجابها فاروق جعفر جون يعني. المهم كابتن صالح سليم مجلس اداره الاهلي مجتمع عشان يصدر بيان بقى ناري وكلام من، فدخل كان مدير كوره فقال لهم يا جماعه قبل بس ما يعني اسمحوا لي ان انا احضر. قال طبعا اتفضل يا كابتن. قال لهم بس قبل ما تاخدوا اي تصرف اي موقف انا ببلغكم، انا كمدير كوره قررت ايقاف مروان وحرمانه من كافة مستحقاته وعقوبات على أعتقد أيامها كان كابتن أنور سلامة، لأن هو شاور للجمهور عشان ينزل الملعب هو فؤاد أبو غيد، لكن العقوبة القاسية كانت على مروان جون، إنه مروان خد الكورة بعد ما فاروق جعفر سجل الجول، خد الكورة ما رضيش يكمل بقى الماتش وحطها ورا ظهره وما رضيش يديها للديبة وراح للجمهور. فقال لهم قبل كده إحنا اللي غلطانين. هما كان طبعا كان هيبقى بيان ضرب في التحكيم وفي اتحاد الكوره وكلام من ده وحملوا المسؤوليه. الامانه تقتضي ان يوصل الرساله صح؟ فهو هنا شجاعه يعني القائد او شجاعه صالح سليم. ان هو ضد يعني وقف ضد موقف ضد جمهور، الجمهور كله ساير، وطبعا ومجلس اداره يعني بيراعي الجمهور. قال لهم لا احنا اللي غلطانين. واجهوا الحقيقه. انا بقى استخدمت صلاحياتي عملت كيت 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 كيت، شوفوا انتوا هتعملوا ايه. بس انا بقول لكم ما ليه عليا ضرب. انا كنت في الملعب وموجود، ومروان غلط لان ضربه جزاء حكم حسبها وسليمه، وكونه ما يرضيش يكمل ويروح يسير الجمهور فده خطا بشع جدا هو اللي تسبب في الكارثه دي كلها. وصالح قال الكلام ده في تحقيقات النيابه. طبعا يعني حط مجلس وقتها كان الموضوع كبير طبعا نيابه، لان في تكسير وفي اصابات وفي
الملعب اتكسر يعني كراسي وكلام من فدي من الوقائع دي من الحاجات اللي صنعت تاريخ صنعت يعني نجوميه صالح سليم او تاريخ صالح سليم كشخصيه قياديه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الرياضه المصريه ان انت يعني الجمهور لما يغلط انا ضد يعني واقف ضد الجمهور وده جمهور الاهلي انما قال ما يمليه عليه ضميره وقال الحق وقال لا في وقت كل الناس ماشيه في اتجاهه وقال لك انا يعني بقول الحق والصدق وما يجب ان يكون واللي يحصل يحصل وطبعا يعني معاها في ذهنه بقى ان هو استقالته سهله جدا يسيب ويمشي ما عندوش اي مشكله لكن كان شخص مبدئي يعني ده طبعا يعني ده جزء او ده حدث او دي حاجه انا حاصرتها وحضرتها يعني من اللي عملت مش نجومين صالح سليم لا من اللي قدمته كقائد رياضي غير عادي او شخصيه استثنائيه في تاريخ برضو الاداره الكرويه في النادي الاهلي النادي الاهلي الحقيقه قدم عناصر او قدم رموز كثيره جدا على مر تاريخه بهذا المستوى يعني اخرهم كابتن محمود الخطيب يعني ده غير سيبك من الشعبيه الجريفه لا هو يعني انسان على خلق جدا جدا وما حصلش مره في الملعب ان هو عمل مشكله ما حصلش ان هو خد مره انذار انا يعني ما افتكرش ان هو خد انذار ودي مساله نادره جدا بليه خد انذارات ومارادونا ياما اطرد وخد انذارات وكلام من ده مارادونا كان قصه فانت قدام نموذج حقيقي ده مارادونا حسن كاس عالم بلمسه يد مثلا لا فانت وبعدين شفت بعد كده بقى لعيبه تتخانق عشان يعني جاب جون غلط وعايز يضرب الحكم عشان يعني شفت لعيبه ضد الروح الرياضيه او عكس الروح الرياضيه لكن الخطيب ده او النماذج دي حماده امام بدا عبد الفتاح علي خليل وبدا عبد الفتاح جاب جون مره في المحله في اعتقد في كاس مصر كانت ترسانه والمحله الحكم كان صبح نصير تيت جون وراح على السنتر هو جري قال له لا كابتن الكره دخلت من الشبكه من بره زي يكون علي خليل بالظبط لو حد عملها النهارده يقول لك ده مجنون انما اللي بيحصل النهارده العكس ان هو الجون يبقى من بره يجري يقول له من جوه ودي ما بقتش رياضه الحقيقه يعني بس انا عايز اسمن حاجه مهمه يا استاذ سعيد وتتكلم فيها لولا الدور الاعلامي اللي حضراتكم كنتوا في وقتها منوطين بيه ما كانش حد عارف كل ده يعني الفكره في ايه ان وده الغايب دلوقتي عن الدور الاعلامي دلوقتي ان الاعلام دلوقتي بيهتم بجزئيات تانية خالص ما بيهتمش بالجزء الانساني او الجزء الشخصي للنجم او المعاني اللي انت بتشوفها جوه الملعب مع اللعيبه وبتنقلها للجمهور بكتاباتك بقى في الجرنان فاكر وقتها لولا كتاباتكم والاعلام او الجمهور عرف ده يعني ايه عايز اقول وثقته ده او ارخته ده للجمهور طبعا في بيبقى في سبوت ما انت ده اللي انا اقصده ان الاعلام كان ليه دور ايجابي في المرحله دي انت محمد عندك يعني عندك البيزكس او عندك القاعده او عندك في ذهنك القواعد او مبادئ الرياضه او كلام من اللي انت شغال عليها لان انت دورك كاعلامي انت ليك رساله يعني انت مش مجرد بغبغان اللي يقول حاجه فانقلها فاكتبها لا في حاجات ما ينفعش تكتب يعني في حاجات اثرها الاجتماعي سيء جدا واثرها النفسي سيء جدا واثرها الاخلاقي سيء جدا مش شطاره ان انا اعمل سبق يعني اجري ورا السبق وارمي قنبله واثرها مدمر جدا هنا المسؤوليه الاجتماعيه للاعلام المسؤوليه الادبيه في مسؤوليه ادبيه ياما الواحد سمع اخبار كتير وكلام من ده بس ما ينفعش تكتب انا ياما سمعت كنت بقعد مع يعني بقعد مع كابتن صالح كتير جدا في النادي الاهلي يعني بعض فتره بعض الظهر دي ومع مجموعه من الاصدقاء وياما اسمع كلام كتير بس احترامي للمجلس ده ما ينفعش تكتب وكان زمايلي يتحايلوا على ده عندك اكيد عندي اكيد طبعا ايوه عندي في حاجات تفاصيل بس ما ينفعش احتراما للمصدر وبعدين ما استاذنتش المصدر لان في علاقه بيني وبينه مش هيحترمني بعد كده فطبعا الممنوعات دي انت اللي بتحطها يعني المفروض عندك معايير فاهم ايه اللي اتكتب وفاهم ايه اللي ما يتكتبش
الموضوع بتاع بدع وفتاح وبتاع كابتن علي خليل وبتاع اتعمل عليه سبوت، لان الناس اللي كانت شغاله فاهمه ان ده موقف لابد من تسجيله، لازم يتمسمر كده ويتعلق وكلام من ده، وهو ياخد وضعه، لان ده بيدي قدوه لجيل الشباب، مش عشان يسجل جول ولا يسجلش جول، لا عشان مصداقيه، يطلع عنده شرف وعنده مصداقيه وعنده امانه، وما يكذبش، يعني ما ياخدش مكسب مش بتاعه، وهي قاعده حتى ما ياخدش حق مش غيره، قاعده الفير بلاي. الفير بلاي لكن اخلاقيا ما هو ده ميزه الرياضه، انها بقى ايه زي القنبله الانشطاريه كده، اثرها في المجتمع بقى بيبقى كبير جدا. فتعلمه تعلم ان هو يبقى عنده اخلاق وعنده شجاعه ان هو يعترف بخطا وعنده مصداقيه وما يقبلش على نفسه، عنده شرف ما يقبلش على نفسه ان هو ياخد جول مش بتاعه، فلما يشتغل في وظيفه ما ياخدش حق زميله، اما يشتغل قائد ما يعني ما يجورش على حق حد تاني في جنبه في المنصب ده، يعني يبقى عادل ويبقى فير وكل حاجه. هو تصرف بسيط جدا لكن اثره الاجتماعي هائل، ودي ميزه الرياضه. حضرتك بتغطي النادي الاهلي من سنين طويله جدا. في مره انفردت بخبر والخبر كان متعلق بمباراه عالميه الاهلي كان هيلعبها. يعني مش عايز احكيها تاني، حكيتها كتير. انا الخبر اثار ضجه بس كتبناها. هو كان ماتش كان الاهلي وسانتوس، سانتوس البرازيل كان سنه 73. انا كنت موجود في النادي الاهلي ومروح الظهريه برضه، فعرفت ان الفريق مرتجي رحمه الله عليه، يعني قاعد في مجلس اداره في الغرفه ومعاه 2-3، فقلت يبقى في حاجه، ففضلت مستني في اللوبي اللي قدام المجلس لغايه فين وفين الاجتماع خلص متاخر قوي، الساعه 3 تقريبا. المفروض ابقى انا في الجرنان الساعه 12 ونص واحده، كلمتهم في الجرنان قلت لهم انا هتاخر شويه. فالمهم خرجوا، فسالت الفريق مرتجي، سالت الفريق اكيد في حاجه انتوا قاعدين، قال لا انا احنا قاعدين بندردش يعني بندردش كده مسائل عامه سعيد وبتاع، لو في حاجه هنقول لك وبتاع وكلام من. طب ماشي يا فندم. مدرسه النادي الاهلي. فضلت قاعد طبعا يمكن يطلع خبر. المهم بطريقه ما عرفت ان هو بشان ماتش الاهلي اتفق مع سانتوس هيلعب يوم 18 فبراير في القاهره بقياده بيلي. بس المهم خدت الخبر وجريت على الجرنان وعملت يعني كان الصفحه مشيت، بس عملت غيار، دخلت رئيس التحرير فعملت غيار. خدنا الخبر في الصفحه الاولى، بليه يقود سانتوس امام النادي الاهلي يوم 18 فبراير في استاد القاهره، وبالتفاصيل في صفحه الرياضه. فهم يعني في نفس اليوم اتصل النادي الاهلي بالاستاذ ناصر سليم كان رئيس القسم بالليل، اعتقد كان الاستاذ كمال حافظ يمكن كان كلمه، قال له في مؤتمر بكره الصبح الساعه 5، مهم الساعه بعد الظهر الساعه 5 مهم جدا جدا. فقال له خلاص هيحضره فلان الفلاني عليا. المهم تاني يوم الخبر نزل في الجمهوريه، فانا رايح الجرنان على غير العاده ما رحتش النادي يعني. رحت الجرنان على الساعه 12 ونص واحده، لقيت الاستاذ ناصر سليم، انت فين؟ الناس بتتصل بيك، الفريق المرتجع عايزك وكمال حافظ عايزك، وبيسالوا خبر جبته منين؟ اوعى ما يكونش الخبر سليم، اوعى ما يكونش سليم، يكون ده ممكن يدمر الجرنان. قلت له لا سليم 100%. قال لي انا هو عاملين مؤتمر الساعه 5، فقلت له اكيد عشان يعني تفاصيل المباراه عشان الماتش. قال لي طب هتروح؟ قلت له هروح. قال لي طب على الماتش هتروح تعمل ايه؟ ما انت حرقته عليهم. قلت له لا هروح اشوف ايه الدنيا. المهم انا داخل النادي ومعدي من قدام من ورا المدرج جهاز الكوره، قدام جهاز الكوره، فكان واقف الكابتن صالح مع الكابتن عزت ابو روس، كان مدير كوره ايامها. والكابتن صالح كان عضو مجلس اداره ايامها، عضو مجلس اداره اعتقد، وكان مشرف على الكوره. فواقف انا بسلم بعيد كده يعني السلام عليكم، فالكابتن صالح شاور لي عمل لي كده استنى دقيقه واحده. فوقفت خلص مع الكابتن عزت يعني نص دقيقه كده ولا حاجه، وجالي قال لي مين اللي اداك الخبر بتاع سانتوس؟ ده اول حاجه. فانا فوجئت الحقيقه يعني فوجئت بالسؤال، ما كانش في ذهني خالص ان هو هيسالني السؤال ده. لا بيقول لك على مصدرك. بيقول لي مين اللي اداك الخبر بتاع كذا كذا؟
فقلت فسكت كده شويه فقلت له ما ينفعش يا كابتن اقول لك. قال لي ما ينفعش ليه؟ فالمهم قلت له يعني مساله مبدا يعني قلت له يعني مساله مبدا يعني قلتها له كده قلت له يعني مساله ايثكس حاجه زي كده. قال لي بس انت ما تعرفش الخبر ده هذا النادي الاهلي قد ايه؟ انا عشان كده بسالك يعني عايزك تقول لي. قلت له اذى في ايه؟ قال لي يعني اذى النادي الاهلي لان زعل مننا الاخبار والاهرام ممكن ياخدوا موقف. المهم قلت له ما ينفعش يعني ينفع حضرتك تبقى حد ياتمنك على على سر فتذيعه او تبيعه يعني او تخزله؟ فسكت كده وبص لي ولمده ثواني كده باصص لي كده وبعدين ما عرفش يرد يعني او اقتنع بردي يعني مش ما عرفش يعني هو كان فير قوي وعادل قوي اقتنع بوجهه نظرك فالمهم زغدني كده بلطف كده في كتفي كده قال لي طب تعالى بقى معايا بقى ايه سلقه وعدك أو يا فالح او تعالى معايا ايه يعني قال حاجه كده يعني غلباوي قال لي طب تعالى بقى معايا غلباوي اوعدك. المهم مشينا مع بعض قلت له ايه اللي زعل الاخبار والاهرام الخبر ده ده سرق صحفي قال لا اصل ده المفروض يتوزع على الجرايد كلها في مؤتمر فكونه يطلع فاللي طلعه ده واتقال في مجلس اداره خبر ده ما يطلعش فده اذى النادي الاهلي طبعا هو ممكن يقطعوا الماتش قلت له هم اللي خسرانين ينفع يتقطع ماتش زي ده اللي قطعه كانه بيعاقب نفسه او بيأذي نفسه قال لي بس هم ده اللي بيحصل بقى انت عارف اللي بيحصل ايه ان هو ممكن يعني ياثر على الجمهور في منافسه بتبقى في منافسه بين الصحف قال له ممكن ياثر على الجمهور وما يتنشرش يعني ينشروا حاجات صغيره فالجمهور ما يحضرش ده النادي الاهلي ده بليه اللي جاي يا كابتن لا ده لو ما شاء الله يبقى بيعاقبوا نفسهم فيبدو ان هو اقتنع بك. المهم وصلنا للمؤتمر فكان ترابيزه زي دي كده بالظبط قد دي كده في التراس المبنى الاجتماعي اللي فوق وفي الصداره الفريق مرتجي رحمه الله عليه جنبيه كمال بيه حافظ وبعدين جنبيه كابتن نعمان كابتن نجيب السكاوي كابتن حمدي النحاس رحمه الله عليهم يعني جميعا ومحي الدين فكري و يعني اسماء كتير اسماعيل بقري يا رموز الصحافه والاعلام واحمد علام ابن جهينه والمنشليني و يعني في ناس كتير جدا قاعده انا اصغر واحد سنا يعني اعتقد ايام كان عندي 26 سنه او حاجه زي كده فالمهم انا داخل لقيت كله باصص لي والفريق مرتجي راح بطلع عليه قبل ما اقعد مين يا سعيد يا وهبي اداك الخبر ده فلما كنت لسه قعدت فحد محي فكري رحمه الله عليه غمز لي كده تعالى اقعد هنا يعني كان في جنبه كرسي فاضي فانا قبل ما اقعد قلت له ما ينفعش يا ست الفريق اقول لحضرتك قال لي ليه؟ قلت له لا قال لي لا هتقول قلت له ما ينفعش ست الفريق ده 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 مصدري ومن واجبي ان انا احميه وما ينفعش ان انا حتى لو مش مصدري حتى لو المساله يعني ما لهاش علاقه بالصحافه حد بلغني حد اداني سر ما ينفعش ان انا ابيعه يعني اخلاقيا ما ينفعش هو ده اللي قلته صالح قلت له مورالي ما ينفعش فلما قلت له مورالي ما ينفعش فاقتنع فقلت له ما ينفعش كمال بيه حافظ رد كان بقى سخن كمال بيه قال لي لا هتقول قلت له يا فندم مش هقول انا يعني شاب بقى كلام من ده اشتد قلت له يا فندم مش هقول فقال لي لا هتقول قلت له لا مش هقول يعني ايه بدات شويه اتنشن فانا شدني محي فكري عشان اقعد المهم راح اتكلم الكابتن صالح كان قاعد كده انا قاعد كده وهو قاعد بقى كده كان قريب من كمال بيه حافظ قال انتوا بتحاسبوا الراجل ده على انه بيأدي شغله صح وانه مش عايز يطلع نادل ويبيع حد اداله سر انتوا عايزينه يطلع نادل يبقى نادل يعني يبقى شخص نادل واي حد يقول له اي حاجه فيقولها فيبيعه انتوا عايزين تعملوا ناس ولا تعملوا مبادئ ولا نعمل مبادئ ولا نعمل ايه بالظبط؟ ما تحاسبوا العيل اللي في مجلس الاداره اللي طلع الخبر كتب بالنص فالفريق مرتجي قال له لا يا صالح احنا ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له لا يا فندم في عيال في مجلس الاداره. كل الخبر طلع يبقى في عيل في مجلس الاداره. ده اللي مش تحاسبه الراجل ده.
انا حسيت ان حد كنت يعني غريق وترمى لي طقم جاء. درست قالت معاني حلوه. وحسيت ان هو ان يعني بعديها الحقيقه يعني يعني مش احترمته جدا يعني بقى حاجه كبيره جدا عندي يعني كان شجاع جدا وقلب الكلمتين مهمين جدا وغيرته عن النادي الاهلي. وبعدين انا فاكر كابتن نعمان بقى قال له لا في قال قال قال, قال للفريق مرتجي قال له لا في اكيد في عيل في مجلس اداره طلع الخبر والاستاذ نعمان صحفي كبير طبعا ومكانه يعني منافس للجمهوريه ومكانته كبيره جدا برضه في النادي الاهلي وليه وطبه يعني اكيد. فقال له نعمان انا بشوف فلان الفلاني عني يعني قال له انا بشوفه كل يوم في النادي الاهلي اشوفه الصبح واشوفه بالليل انا ما بشوفش مندوب الاخبار في والمثل بيقول الرزق يحب الخفيه بالظبط انا اول مره اسمع المثل ده. فالمهم ايه يعني دخلوا مع بعض كده شويه وبعدين ما اعرفش مين اتكلم المهم الموضوع انتهى بس بالنسبه لي ما انتهاش بالنسبه لي كان بدايه لان شفت يعني شخص كوركت جدا فير جدا اونست جدا وقوي جدا وشجاع جدا دي الفكره اللي عايز اوصلها للجمهور المواقف اللي زي دي الناس تعرفها شجاع جدا وبعدين يعني وده صالح سليم انا بالنسبه له يعني يعني بالنسبه له ولا حاجه يعني ايامها وكنت لسه شاب صغير وكده لكن كونه يقف الموقف ده لمجرد موقف مبدئي لان قلت له ما يصحش لو انت في مكان يا كابتن يعني حد ائتمنك على سر او على حاجه ممكن تقوله بعديها علاقتي بيه بقت قويه جدا يعني بعديها كنت بقعد معاه بقى كتير فوق حسيت ان هو يعني ايه قربني ليه وكانت علاقتنا يعني كويسه وكنت اقعد اسمع اخبار كتير جدا لكن ما اكتبهاش. ده الجميل يا استاذ سعيد ووجودك معايا النهارده فرصه للاجيال وللناس تشوف ما بين ان هي بتسمع التاريخ تاريخ النادي والمواقف والمبادئ اللي حصلت وفي نفس الوقت تشوف الاعلام وقتها كان بيتعامل ازاي. بس هي الفكره قبل ما اطلع فاصل خبر قنبله زي ده معاك من الساعه 4 العصر لغايه لما ينزل تاني يوم الصبح محدش يعرفه ده احنا في عصر دلوقتي مفيش انفراد حتى في ثانيه يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه الى هذه اللحظه محدش عارف ولا الكابتن صالح سالني بعديها ولا حد من اصدقائي المقربين في النادي الاهلي اللي كانوا بيقعدوا معانا كتير يعني واسماء كبيره وكلام من ده مين اللي طلع عارف مين اللي اداني الخبر. طيب نطلع فاصل ونواصل الحديث مع الأستاذ سعيد وهبة بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل والحديث متواصل مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبة. لكن في الجزء المتبقي من الفقره الحواريه مع الاستاذ سعيد هنتكلم على كاس الامم الافريقيه ودور مصر الريادي مع الاتحاد الافريقي لكره القدم في تنظيم هذه المسابقه على مدار التاريخ ومن خلال بطولات قد مصر لها دور كبير جدا في تطوير حتى الكره الافريقيه مش على المستوى الرياضي فقط لا كمان على المستوى السياسي. استاذ سعيد يعني تاريخ كبير جدا ما بين مصر والاتحاد الافريقي والكره الافريقيه والبطولات الامم اللي اقيمت عبر التاريخ. طبعا هو ده كان جزء من دور مصر. مصر ليها دور او مصر دور في الخمسينات والستينات في افريقيا دور مهم جدا. يعني عشان اقرب لك بس الحكايه شويه مصر كانت بتقود حركات التحرر من الاستعمار في افريقيا وفي العالم كله. بس كانت مركزة على أفريقيا فكانت بتساعد حركات التحرر بالسلاح وبالمال وبالخبرة وكده. لما قامت ثورة 52 23 يوليو 52 ما كانش في دول أفريقية مستقلة إلا أربعة بس. بعدها ب 10 سنين 62 سنة 62 اتحررت 30 كان عدد الدول اللي اتحررت 30 دولة بفضل دور مصر. مصر كان ليها دور كبير جدا من خلال شركات ومكاتب اتعملت في أفريقيا وخلال مساعدات فنية أطباء بعثات طبية بعثات تعليمية بعثات من الأزهر عملت دور كبير جدا جدا جدا.
انا عايز اقول لك حاجه، مش مصر مؤسسه بس الالعاب الافريقيه كاس الامم او الكاف سنه 57، لا ده مصر اسست دورات الالعاب الافريقيه اللي اقيمت الدوره الاولى فيها في برازافيل كونغو سنه 65، وبرازافيل كانت تعرضت لحرب اهليه كبيره جدا عشان الاستقلال، واستقلت سنه 60، بس الاستعمار قوم عمل انفصال وعمل جنوب وشمال وتشومبي ضد لومومبا وكلام من ده، وكانت مجازر جامده، ومصر كانت واخده موقفها الصح او الدور الصح مع يعني مع حركة التحرر هناك ضد الاستعمار. الاستعمار طبعا بيبقى ليه عملاء فكانوا شغالين، فمصر قامت بدور مهم جدا. كان مهم جدا ان الرياضة كانت مهمة، او كانت اداة مهمة، يعني ازتول يعني اداة مهمة جدا لتحقيق هذا التواجد ومساعدة الدول الافريقية. ما كانش دور بالكلام، لا كان بالعمل بالفعل على الارض. انا حكالي المهندس احمد برداش توني عضو لجنه الانديه الدوليه والمؤسس الثاني للرياضه المصريه، شخصيه عظيمه جدا جدا يعني، نبقى اتكلم عنه في حلقه يعني. ده كان مهندس عمليه يعني تاسيس منظمه الالعاب الافريقيه. ليه تاسست المنظمه دي اللي تعمل دورات الدول الافريقيه؟ اتأسست عشان في مواجهة، كان في دورتين بتتعمل في أفريقيا، دورة للدول الناطقة بالإنجليزية اسمها دورة ألعاب الكومنولث، الدول المستعمرة بريطانيا، والدورة الناطقة بالفرنسية اسمها الفرانكوفونية، اللي حاولوا إحيائها من 10 سنين بعد كده خلال بطولة. ده احتواء بقى، يعني احتواء واحدة تحت التاج البريطاني اللي هي الكومنولث، والثانية تحت فرنسا العالم الفرنسي. فمصر دخلت من خلال عمل التنظيم، وحاجات اللي مش مظبوطة اللي سيئة، واخد بالك المشهد اللي بيحصل دلوقتي. فمصر دور قدر مصر ان هي تقود، فالقائد ده بيتحمل بعض الأشياء، لكن لابد أن هو يتحمل مسؤوليته. لذلك لابد أن البطولة تنجح، وهتنجح إن شاء الله، زي ما نجحت بطولة 2006، وزي ما نجحت 59، وزي ما نجحنا ألعاب البحر المتوسط 51 في اسكندرية، ألعاب الأفريقية 92، ألعاب الأفريقية 92 برضو كانت نقلة تانية للألعاب الأفريقية، أمم أفريقيا 86 91 أعتقد الألعاب الأفريقية كان 92 كانت في الوقت ده كانت نقلة تانية جدا طبعا، نقلة نفسها للدورة نفسها، الدورة كانت شبيهة بدورة الألعاب الأولمبية. بالظبط كده، ما هي تعتبر يعني ثالث أهم دورة، زي الأمم الأفريقية دي ثالث أهم بطولة في العالم بعد كأس العالم وكأس أوروبا، بعد كاس العالم وكاس اوروبا بالظبط ثالثه. فانت هنا كل العالم كل الاضواء يعني مركزه عليك، وانت هنا نجاح التنظيم ده نجاح لحاجات كتير، لان الرياضه دلوقتي بتعكس او انعكاس للمستواك الحضاري، انت وصلت فين النهارده، فالرياضه واجهه او فاترينا حضاريه، لذلك لابد ان هي تنجح. وهنا الاتحاد الافريقي مطالب ان هو يعني يراجع نفسه ويطهر نفسه، وبتكلم على التحكيم، لان يعني انا قلق جدا، لان ممكن التحكيم يعمل مشاكل في البطوله القادمه، ولا يعني ارجو ان ده ما يحصلش، بس احنا كل المؤشرات بتقول هيحصل ده. ايه بتقول هيحصل في مشاكل؟ كل المؤشرات ان التحكيم في افريقيا او لجنه الحكام الافريقيه، واحنا شفنا الكلام ده بقى اتقال علنا بعد ماتش، بعد مهزله الترجي والوداد، واتقال الكلام ده بشكل علني. انفانتينو النهارده رئيس الاتحاد الدولي في تصريحاته لصحيفه ليكيبي الفرنسيه قال الوضع في افريقيا قلق جدا، وفي شيء بياكد ده، وده مثل بمباراه نهائي افريقيا بين الترجي والوداد. بالظبط، قال حتى في اتحادات محليه بتدعونا للتدخل في، لذلك احنا لازم احنا لازم ننتبه لده، ولازم نرشد، ولازم نصلح، لان احنا غير خافي على حد يعني. ان احنا كنا باكنج لاحمد يعني، احنا اللي كنا وراه في الانتخابات، واحنا اللي جبناه وسقطنا الثاني، عشان برضه الثاني يعني قعد 29 سنه كان في كوربشن كبير جدا،
وبعدين للاسف لقينا في الكوربشن ده بيستمر دلوقتي، فده مش لمصلحتنا. مصلحتنا نقدم حد يكون جدير بمنصبه، ولا يصلحنا يعني لو في اخطاء لازم يصلحها، لو في حاجات ملتبسه لازم تتظبط وتصلح. احنا طبعا مش جهه تحقيق ولا كده، لكن في شواهد قدامنا بتقول، لكن في شواهد بتقول ان لا، النادي الاهلي تعرض للتحكيم، يعني التحكيم اتعامل مع النادي يعني تعرض لظلم كبير جدا وعلى رؤوس الاشهاد وبلا خجل تماما. فطبعا يشاء القدر او تشاء الاقدار ان تتكشفوا في ماتش في النهائي بتاع الوداد وفضايح طلعت. انا وصفت المباراه دي بانها حرب تكسير عظام، حرب طبعا، لان هي كل القوة الخفية مش الواضحة، لأن هي قوة خفية كانت في هذه المباراة اصطدمت ببعض، فبقت المصلحة هنا متضاربة ما بين الأطراف كلها، مين يساند مين ومين هيدعم مين ومين هيكسب مين. ده أنت طبعا هنا مش رياضة، لا المسألة أنت خرجت بره خالص عن معايير الرياضة، أنت بتدمر الرياضة، وده الكارثة، وده اللي ممكن انتبه ليه إنفانتينو أو الفيفا يعني، انتبهوا لده لان ده هيأثر عليهم هم، لان هم لسه طالعين من ازمه كبيره، ازمه فساد جامده جدا بعد بلاتر، وبعد الشله بتاعه بلاتر كلها، وكان من ضمنها عيسى حياته، وكان من ضمنها الراجل بتاع اسماء كتيره جدا، وتقريبا معظم اعضاء اللجنه التنفيذيه اللي هم بيختاروا كذا مطورطين فساد، ما عدا الحقيقه هاني بوريد بالظبط، ده الحق يعني، هو يعني اونست جدا، وده حاجه مهمه، في اخطاء وكلام منه، بس الحق ده يعني بالنسبه لنا كويس جدا، لمصر كويس جدا، انه مصر او ممثل مصر ما تورطش، مش متورط في ده، وده شيء جيد جدا. لذلك احنا بنطالبه كابتن هاني لازم اصلاح اتحاد الكره المصري واتحاد الكره الافريقي، وانت اللي في الصداره، لان انت اسم كبير، ويقوم بالدور وانت اسم كبير لازم تقوم بدور في ده هنا وهنا. المسابقات لازم لجنه انديه وتدار بشكل محترف، ومجلس اداره الاتحاد ملوش علاقه بيها، في استقلاليه ليها، قواعد ولوائح تحترم، لان في عندك فراغ تشريعي جامد جدا ادى اللي حصل، اللي طلع الخاسر الوحيد في النادي الاهلي. انت مش مصلحتك النادي الاهلي يخسر وتبهدل بالشكل ده، النادي الاهلي ده يعني انت ده مصر، مش مصلحتي انا اكبر مؤسسه في مصر ان هي تتضرب كده في افريقيا، واحنا مؤسسين الاتحاد الافريقي ومؤسسين الرياضه الافريقيه وحركات التحرر، واحنا حررنا الدول الافريقيه، يعني احنا مصر ما ينفعش الرمز الكبير بتاعها ده يحصل فيه كده اكبر مؤسسه رياضيه. يعني بناشد الكابتن هاني بوريدا، هاني بوريدا ما اعرفش هو شخص، وهو اونست جدا يعني، ان هو ينتبه لده، لان اسمه هو اسمه كبير، وواجبه ودوره ان هو بيمثل مصر مش بيمثل نفسه بالظبط، لا هو بيمثل نفسه بره، بيمثل مصر، يعني بيمثل مصر بصفته ان هو عضو تنفيذي. طبعا بيمثل مصر طبعا، فهو انا حرص عليه، لان هو انا بعتز بيه جدا، هو شخص يعني هو كادر مهم جدا، هو شخص في غايه الاحترام يعني. فنرجع تاني، ده نجاح الامم افريقيا هنا في مصر، ده رساله لكل الدنيا ان يعني حجم مصر ودور مصر التاريخي الحضاري الضارب في اعماق التاريخ الضارب في افريقيا، لان ده مهم جدا، احنا عايزين نستعيد دورنا الريادي في افريقيا. انت شايف مصر يعني في مشاكل في المنطقه المحيطه بينا، مشاكل كبيره جدا وضخمه جدا، فمحتاجين افريقيا، صح، افريقيا تبقى معانا. وطبعا الرياضه جسر، او الرياضه يعني كان دايما اهميتها ان هي بتبقى يعني اداه مهمه في هذا الصدد يعني، ودي قوه ناعمه يعني، الرياضه هي قوه ناعمه كبيره، النادي الاهلي قوه ناعمه كبيره، نادي الزمالك قوه ناعمه كبيره، انديتك قوه ناعمه كبيره، زي بالظبط رموز الفن ورموز الادب في اي مجتمع يعني، بيتهوفن كان وموتزارت وكلام من ده، عندنا عبد الوهاب وام كلثوم، دي قوة ناعمة جبارة جدا ما ينفعش تتمس، لان هي دي الرمز او رمز مهم جدا للبلد والحضارة حضارة الدول يعني بشكل عام. المعجزة مش في التنظيم، المعجزة انك قدرت في خلال 3 شهور تنجز
اللي تقدر عليه اي دوله تستضيف بطوله قبلها بسنتين ثلاثه، تجهيز ملاعب، تجهيز فنادق، ملاعب تدريب، مش ملاعب المباريات بس، كمان ملاعب تدريب. انت عندك هو ده كويس، انت عندك انفراستراكشر، عندك بنيه اساسيه موجوده كويس، بس كانت محتاجه تتطور، اهملت كثيرا فترة يعني فتره كبيره. الملاعب تحديدا، الملاعب كانت غير ادميه، الحشيش والنجيل والكلام ده ده مهم جدا. طبعا في ريكورد اتعمل انه كل ده بيجهز في خلال 3 اشهر، لا ده برضو تشابو للناس، الناس اللي تعبت وعملوه. انت دلوقتي تحت، هتبقى تحت بؤرة الضوء في العالم كله، في العالم كله. لازم يكون عندك، لازم كل شيء يكون صح ومنظم، ما ينفعش حد ينط من السور ويجري وكلام من ده، لازم كل شيء يبقى منظم، لان التنظيم لو نجح التنظيم نجح الدور، فشل التنظيم فشل الدور، لو نجح التحكيم نجحت الدور، لو فشلت التحكيم ممكن يأثر على نجاح الدورة. يعني فشل التحكيم لا قدر الله يبقى جزء من فشل تنظيم الدورة، ولا ده حاجة؟ لا هيأثر على نجاح الدورة. ليه؟ في ثلاث حاجات بمؤشرات لنجاح الدورات، الألعاب الأولمبية، كأس العالم، التنظيم، التحكيم، الفاسيلتيز يعني، او الشكل العام او الفاسيلتيز يعني زي الاتصالات والمواصلات والاقامه والكلام ده كله، ده ده كويس يعني، دي بالسواها عالي مثلا. فده الثلاث عناصر دول مهمين جدا. انا قلق بس، وارجو ان اكون الا اكون مبالغا يعني، انا كنت اتمنى، انا قلق بس المؤشرات عندي اللي فاتت دي كلها مؤخرا خاصة ما تدعوش للتفاؤل، اللي حصل مع النادي الأهلي، اللي حصل في نهائي أندية أفريقيا بين الترجي وال، ده الحكم هيلعب في كأس الأمم بكاري جسامة، الأزمة كلها. ودي ده مؤشر مش كويس، مش كويس جدا. وبعدين سمعنا رؤساء أندية في المغرب في بتاع يعني بيتكلموا عن أخطبوط بيدير بيتحكم في لجنة الحكام كده بالنص، اتقالت كده نصا، أخطبوط يتحكم في لجنة الحكام ويديرها بمعرفته، وده شيء مقلق جدا، لأن الحكام ده هو عصب كرة القدم، العدل، العلاقة، العدالة. عضو المكتب التنفيذي طارق البشماوي مع الجيبوتي أوبيري اللي هو رئيس لجنة الحكام. بصرف النظر يا محمد عن الأسماء، كان احنا بنتكلم يعني كخطوط عامة أو عناوين عامة، التحكيم لو في خلل في خطر. احنا نحب ان احنا كدوله منظمه ودوله رائده وضاربه في التاريخ ان الدوره تطلع ناجحه من كل من مجاميعه، والفرقتين اللي يوصلوا النهائي وصلوا بعداله، بعداله بصرف النظر عن مين، احنا او غيرنا بالظبط. لا احنا محققين 7 بطولات، عاملين ريكورد يعني يعني مش بطوله مش هتضيف ليها، بس هو لازم ناخدها برضه طالما هنا على ارضنا وجمهورنا. بالنسبه للارقام القياسيه استاذ سعيد، اكثر المنتخبات الافريقيه المشاركه في كاس الامم هو المنتخب المصري 23 مشاركه، واكثر المنتخبات الافريقيه الفائزه في كاس الامم هو المنتخب المصري 7 بطولات. وفي رقم قياسي هيحصل في كاس الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله، اذا تاهل منتخب مصر باذن الله ان شاء الله، وده وارد بنسبه كبيره ان شاء الله يعني، الى دور ال16 هيكون اول منتخب افريقي يصل لعدد من المباريات رقم 100. ده حلو، ده رقم كويس، انا ما كنتش اعرفه. كويس جدا، 100 مباراه لمنتخب في بطولات افريقيه، هيكون منتخب مصر واول منتخب افريقي يصل لهذا الرقم. كويس جدا، فدي كلها ارقام قياسيه ان شاء الله تكلل بقى في النهايه بالفوز بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله، يا ريت، عشان ده مهم جدا لينا كريكورد، مهم كتاريخ. مصر دايما لابد ان هو مصر في المقدمه دايما، ولازم كل اللي يعني اللي شغالين في البطوله دي يعرفوا قيمة بلدهم أو قيمة مصر. مصر قيمة كبيرة جدا، أقدم حضارة على وجه الأرض، وأكبر دولة في أفريقيا، ودورها السياسي الكبير جدا في المنطقة، تأثيرها تأثيرها السياسي، تأثيرها الحضاري كمصدر إشعاع ومصدر ثقافي، تأثيرها من كل المجموعة. لابد للناس اللي عاملين في الدورة دي من لجنة منظمة وغيره يفهموا الكلام ده. وانا اعتقد ان هم على قدر المسؤوليه، ان شاء الله ممكن يعني تطلع الدوره بشكل مشرف، وانا متوقع ده. وانا شفت ده يعني، شفت نموذج ده 2006 لما كان مدير الدوره كان المهندس خالد عبد العزيز، وكان ده اكتشاف على فكره كابتن هاني بوريده، انا فاكر ايامها هو عرفني بيه وقال لي ده اكتشاف بعد كده. فشفت ده، وده برضه من المؤشرات
المؤشرات الجيده كانت بالنسبه للكابتن هاني بوريد ان هو اختياراته. بطوله 2006 انا حضرتها. بطوله كانت خارج الوصف. ده صحيح. الافارقه نفسهم والزملاء الصحفيين سواء في شمال افريقيا والافارقه اللي كانوا موجودين في البطوله ما كانوش مصدقين ان دي بطوله بتتلعب في افريقيا. مركز اعلامي في قاعه المؤتمرات في مدينه نصر على اعلى مستوى. ده صحيح. قالوا لي ساعتها ده ما شفناهوش، كانش لسه طبعا راحوا كاس العالم 2006 كانت في المانيا. ما كانوش لسه راحوا ساعتها، فكانوا بيضربوا مثل ب 2002 كوريا واليابان. بالظبط. قال لك مركز اعلامي غير طبيعي، الحافلات كمان اللي كانت موجوده للاعلاميين للتنقل ما بين المحافظات عشان تحضر ماتشات المنتخبات الافريقيه، وانك في كل محافظه في مركز اعلامي ايضا موجود، نشره بتصدر صباح كل يوم، محدش كان ناقصه حاجه. لا في حاجه تانية يا محمد كمان، وده المهم يعني اجتماعيا، يعني انت كنت بتشوف المدرجات الدرجه الثالثه عائلات، وكان عائلات ورسمين على وشوشهم وكلام من صح. في بهجه يعني، الدوره عملت بهجه بصرف النظر مين اللي هيكسب، ما كناش بالزبط. عارفين مين اللي هيكسب يعني، الحمد لله احنا يعني كسبناها فاضفنا، بس التنظيم نفسه كان رائع جدا وجيد جدا. وسايب اثر، وسايب اثر في كل اللي شافها. شوف انت بتتكلم عليها لغايه اللحظه دي مش ناسيها. انا برضو مش ناسي حاجات كتير جدا لان كنت انفولفد فيها، يعني كنت جوه المطبخ كنت بشوف يعني، وكان من ده وقتها الفتره اللي بنتكلم فيها باستفاضه. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله وتبقى دوره على نفس على احسن كمان مستوى. يفترض ان احنا اتطورنا اكيد تقنيا وتكنولوجيا وكده، فتبقى واجهه جيده لمصر المتحضره. استاذ سعيد وهبه نورتني وشرفتني، وانا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار واستفدت بيه حتى على المستوى المهني. ربنا يخليك يا محمد، اشكرك جدا، ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. فقره مهمه جدا متعلقه بتاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر وتاريخ الكره الافريقيه، وكلام بتسمعوه لاول مره عن معاني وامور مهمه جدا عن دور مصر ودور النادي الاهلي، ورموز كمان ونجوم كان لهم دور كبير جدا في الكره الافريقيه، والحديث كان شيق جدا للاجيال يعني مهم جدا تسمع كل هذه التفاصيل. الفقره القادمه فقره مهمه جدا بالتاكيد مع نجمنا اللامع وكابتننا الكابتن خالد العوضي، وحشني بالتاكيد على المستوى الشخصي طبعا، بقول له كل سنه طيب، ما شفتكش من قبل رمضان، لكن ان شاء الله باذن الله بعد هذه الفقره الكابتن خالد العوضي وفي ضيافته اثنين من نجوم النادي الاهلي. الالعاب الاخرى اللي هي بالتاكيد ليها دور في الفتره الاخيره وعامله نتائج متميزه جدا تحديدا في الالعاب الفرديه، ان شاء الله كابتن خالد العوضي عنده فقره مهمه جدا، استنوها ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل انتظروها. شكرا والى اللقاء.